أحسن الله إليك. إذا كان تعليق سورة آية الكرسي والمعوذات على سبيل الحروز والحجب، هذا بعد محذور آخر. إذا كان يعلق القرآن على السيارة أو في البيت من أجل الحرز، هذا تعليق التمائم، هذا تعليق التمائم، ولا يجوز تعليق التمائم من القرآن ولا من غيره. قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا في كتاب التوحيد. فتعليق القرآن من أجل الحروز هذا لا يجوز، سواء على الشخص أو على السيارة أو على الدابة أو على البيت أو غير ذلك. نعم. لكن إذا كان قصدهم التذكير كما يقال، هذا مقصود طيب التذكير، لكن يترتب عليه مضار أكثر، وهي امتهان القرآن العظيم، تعريضه للامتهان. نعم.